أولى محطاتنا لليوم رح نبداها مع مساحة جمالية جسدتها يد الحرفي السوري المبدع على مر التاريخ عبر صناعات يدوية أدهشت العالم بروعتها ودقة صناعتها. هالصناعات اتسمت بالإبداع والتطور والتمازج مع مختلف أنواع الفنون يلي استحضرتها واستنهضتها اليد المبدعة. واليوم رح نسلط الضوء على الجديد بعالم النحاسيات والحرف اليدوية مع عدنان تنبكجي شيخ كار بالفنون اليدوية والتشكيلية. يسعد صباحك. صباح خير. اهلا وسهلا فيك. صباح خير لكم لكل المشاهدين اللي عم يتابعونا. يسعد صباحك استاذ عدنان. يعني دائما في شيء جديد بتحضره كل فتره وفتره رغم انه يمكن هي الصناعات هي تقليديه لكن دائما في اضافات جديده عم تشتغل عليها، واخر شيء كنت عم تشتغل على قلادات. خلينا نتعرف اكثر اليوم على هالشيء الجديد يلي نزلته. والله اول شيء يسعد صباحكم، نحن معنيين بموضوع التطور والحداثه. هلا بالنسبه لنا عندنا ببعض الحرف اللي هي البروكار بصراحه عم نلاحظ انه تواجده كثير خجول بسوريا او بدمشق، ودمشق هي ام البروكار بالعالم. يعني نحن البروكار تبعنا وصل للنجوميه العالميه وهلا تواجده كثير خجول لعده ظروف. نحن عم نشجع على احياء هذا البروكار. انا بالنسبه لي كشيخ كار ومعني بموضوع الحداثه عملت موضوع كثير بسيط لاحياء البروكار لنصب مثل هيك قطعه تذكاريه ودمجت عملين. هلا هذا النحاس التاج النحاسي مع البرواز، هذا كمان تاريخه قديم ما يقارب ال 120 سنه عمره، واللي رصعناه ولبسناه بمحلول الذهب وحطينا قطعه بسيطه من البروكار لاي شخص ممكن انه يعلقها بالبيت وبتكون جماليتها حلوه. اذا بتلاحظي اللي عندك انت كمان يعني عدة قياسات لهذا الموضوع، في شيء ذهبي في شيء فضي. نعم بياتيني ذهبي برونزاج، يعني فينا نساوي وقطعة ناعمة وبسيطة. وأنا مجرد ما حطيته على الصفحة صار عليه إقبال، أنا فرحت لأنه صار عليه إقبال، يعني إعادة أحياء وهيكلية جديدة. هذا أحد الشغلات اللي نحن عم نحادثها ونطورها. وكشيوخ كار نحن معنيين لأنه معنا توجيهات كثير حلوة نحن من الاتحاد العام للحرفيين ومن مجلس شيوخ الكار بموضوع التطور والحداثه والمحافظه على الحرف التقليديه اللي احنا كثير بنفخر فيها، تاريخ الاباء والاجداد. وحتى القياده القطريه على طول احنا عم نتابع موضوعنا وتدعمنا دعم مطلق، يعني حتى الحكومه كمان عم تدعم الحرفيين، ونحن هلا واجبنا بقى نتابع المسيره الحرفيه. يعني اليوم شيخ الكار له دور كثير كبير بمتابعه هالمسيره وتطوير الاشغال اليدويه والنحاسيه اللي لها يعني باع كثير كبير عبر التاريخ. طبعا شيخ الكار هو معني، يعني شيخ الكار اذا ما بده يكون يمثل هذا الاسم الكبير. شيخ الكار هو لقب بينطلق على لقب شرف، هذا شرف مهنة، شرف حرفة، شرف الآباء والأجداد. وكمان حتى شيخ الكار نحن ما بنعطيها لأي شخص، بده يكون أول شيء منتسب للجمعية الحرفية وبده يكون عنده إبداع. ونحن نزلنا العنصر النسائي، يعني شيخ الكار حتى اليوم عم تكون صبية ممكن، ليش لا؟ صحيح. يعني الإبداع ما هو محتكر لعائلة معينة أو لشخص معين. نحن عندنا نظام داخلي بمجلس شيوخ الكار والدعم مطلق مثل ما قلت لك من الاتحاد العام للحرفيين، القياده القطريه، الحكومه، كله داعمنا لانه نحن عم ننجز وعم نبدع وعم نلاقي شيء جديد. وكل ما يصير عندنا معرض بصير عندنا اجتماعات مصغره على انه ما نكتفي انه يكون عندنا بصمات الاباء والاجداد، لازم نحط البصمه تبعنا الابداعيه، ممكن ندمج اكثر من عمل مع بعضهم. مثل هالشيء اللي هلا عم نشوفه، استاذ عدنان اليوم كمان شو دور شيخ الكار بمواجهه اندثار بعض الحرف؟ يعني نعم. شيوخ الكار القدام كان يمكن عندهم تقنيات خاصه اخذينا فعلا من اجدادهم، هلا مثل ما قلت عم يدخل اشخاص جداد على المهنه، نحن كيف فينا نحافظ على يمكن كل شغله قديمه كانت وتقليديه بالاضافه للشغلات الجديده يلي ممكن يضيفها اي شيخ كار شاب جديد عنده يمكن افكار خلاقه عم ياخذها من الناس يلي حواليه؟ هلا من هذا المنطلق انا عندي مثلا هذا اللمبادير، ما بعرف اذا بنوجه شوي الكاميرا عليه. هذا اللمبادير هذا عباره عن شيء جديد بس لكن له بصمات. هي زخارف قديمه، هي زخارف قديمه اعمارها بتتجاوز ال 100 سنه. نحن كيف بدنا نحافظ على التاريخ القديم بعمل جديد منشان نرغب فيه الشباب وصبايا اليوم؟
يعني هذا كثير واجب علينا، واقل ما يمكن انه نحافظ، ما بكفي نحافظ، لازم نحط شيء جديد من عنا. يعني انا وين بصمتي بالموضوع؟ انا بصمه جدي موجوده، انا لازم احط انا بصمتي. وكذلك لاي موضوع، اي واحد شيخ كار بينطلب منه، احنا على طول احنا في منافسه، المعارض كثير بتساعدنا. معرض دمشق الدولي مؤخرا اللي صار، نعم، يعني صار منافسه كبيره مفتوحه، يعني في افق، يعني كل واحد عنده ابداع، وهلا عم يحضر لابداعات جديده. هلا كمان عندنا معارض جديده ان شاء الله، يعني في معرض موسكو هلا احنا مدعيين عليه نمثل سوريا، معارض الجزائر، معارض كمان اخذنا الانجازات رقم واحد، معرض الهند اخذنا كمان رقم واحد لسوريا، شيء بيرفع الراس وما له جديد على سوريا. بس احنا لازم نتابع، وانا بنصح وبوجه التحيه لكل حرفي سوري وكل واحد شيخ كار انه يتابع ويطلع اللي عنده، يطلع جواته، يعني ما نكتفي بالقديم، بنحافظ على القديم ببصمه ابداعيه جديده، وهذا كثير سهل علينا لانه هذا بدمنا، يعني موجود كل حرفي موجود انه عنده ابداعات وعنده طاقه، ما بكفي بس احنا نقلد الاب نقلد الجد، نحن لازم ابداع جديد. نعم، يعني من الاشغال اليدويه السوريه المعروفه انه بيتم استخدام النحاس، نعم، بشكل كثير كبير. اليوم ما اهميه النحاس عبر التاريخ بالاشغال اليدويه؟ تاريخ سوريا بالنحاس يعني من الدول السباقه، ونحن النحاس انا على طول بسميه المعدن الحنون لانه بيتجاوب معنا باي عمل. ويعني نزلنا احنا حتى تريات الحرم المكي القديم، بتلاقي احنا السوريين هن كمان ساعدوا وساهموا بهذا الانجاز العظيم. اللوحات، الاواني المنزليه، النحاس احنا يعني ما انا بتصور اخذنا رقم واحد من قديم، ونحن محافظين عليه. بعدين هو مصدر رزق والتعايش، نعم، لكل واحد حرفي، ورشات مو بس ورشات مصغره، ورشات على مستوى عالي. هلا دخلت الحداثه باللون لانه صرنا نرصعه، كنا نعطيه الأونصة الذهب الاصلي، اليوم بالنسبه للتكاليف عم بيكون عاليه، يعني اليوم بدنا نلبس تريا ذهب ممكن ما يصير منتج، يعني ما يتسوق بالسوق. عم نحط المحلول الذهبي، عم يطلع كمان، وفي اتقان بالتلبيس، وفيما بعده عم نحط كمان ماده اللكر اللي بتعطيها العراقه والتعتيق اليدوي، بيتثبت هذا اللون وبصير كثير. موضوعنا بنحاس يعني بده حلقات مطوله، لانه نحن من الاواني المنزليه للتحف للتماثيل للمجسمات للتريات الاباليك اللمبديرات كله عنا. حتى هلا انا عم ساوي عمل جديد كثير كبير حلو من شان ندخله على معرض موسكو ان شاء الله، وان شاء الله حيكون انجاز كبير لسوريا، ساعه كبيره من النحاس اليدوي ودامج فيها ما يقارب 4 أو 5 اعمال مع بعضه. يعني مثل ما ذكرت في اهميه كبيره للنحاس، ويمكن موجود بسوريا من زمان، وفعلا لهلا بنفوت على اسواق خاصه بنلاقي، نعم، فعلا اسواق كامله عم يشتغلوا فيها أستاذهم بكل المحافظات، سوق النحاسين. وهلا مجلس شيوخ الكار، يعني وقت اخذنا الدعم المطلق لحنا من القياده القطريه وساوينا مجلس شيوخ الكار المركزي، معنا توجيهات لانطلاقه لكل المحافظات. يعني مجلس شيوخ الكار صار مو بس بالشام او مركزي، بده يكون بدمشق، وانما حينطلق ونشجع على النحاس وعلى البروكار وعلى كل محافظه معنيه بكل شيء اسمه تراث بلدنا ونشوف ابداعاتهم. بس بتلاقي تمييز كل محافظه سبحان الله عندها ابداع معين. طيب كيف عم يتم يمكن تمازج بين الاعمال؟ هلا شفنا البروكار مع النحاس، نعم، هل هذا الشيء يتطلب انه يدخل اكثر من شيخ كار بالشغل نفسه، او هو فقط يعني كل واحد يمكن بضيف مهارات خاصه فقط فيه؟ المجال مفتوح، يعني اسم شيخ الكار زمان شيء بيرفع الراس، لكن الامور عم تتطور. احنا هلا طورنا انه بيحق له شيخ الكار يساوي عمل، فرضا هلا احنا عم نساوي، ما حدا يزعل، موضوع الاحذيه الابائيب القديمه اللي كان هلا في بعض الحرف اندثرت، عم نساويها من الموزاييك، خشب الموزاييك، ومنحط لها قطعه بروكار من الوجه، عم يكون بقاب، يعني اسمه بقاب ما فينا نغيره، بس في شيء عصري، في شيء حلو. يعني اليوم الصبايا العرسان بالذات عم تتراكد على انه تاخذ قطعه اثريه قديمه بصناعه جديده مدموج فيها البروكار ومدموج فيها الموزاييك والخشب، يعني وعاد زنار ممكن يحط له زنار نحاس هيك مرصع،
فينا ندمج مثل ما حضرتي اكثر من حرفه وشيخ كار او اثنين او ثلاثه ربما يطلعوا بعمل على طول مشاورات ومساعده، والحمد لله اهم شيء انه شيخ الكار يكون على خلق حسن وفي محبه وبيجمع، ومن ضمن هالمحبه وقت احنا بنجتمع بيندمج عمل وعملين وثلاثه، بالنهايه بيطلع هذا عمل صاحب الابداع وبيكون لسوريا يعني. نعم، ذكرت لنا استاذ عدنان انه المشاركات بالمعارض عم بيكون لها يعني دور فعال بانتشار يعني هالوجهه هالصناعيه بالخارج، كمان رح تمثل سوريا بمعرض موسكو، خبرنا اكثر عن هالمشاركه كيف رح تكون؟ الحقيقه نحن تقريبا 6 اشخاص حنمثل سوريا ان شاء الله بمعرض موسكو الدولي اسمه معرض حلال، ونحن معنيين كسوريا وحتى في منافسات سوريين انه يطلعوا، نحن تقريبا كل معرض لانه في عنا دعم عم يكون من كل الوزارات حتى وزاره الاقتصاد بنوجه لهم التحيه، وزاره الثقافه وزاره السياحه على طول نحن بيتابعوا مع الدول الخارجيه انه الدول المحيطه الدول العالميه انه كيف عم يصير فيهم معارض وبيدعونا، نحن واجبنا انه نحط الشيء الجديد، نضل محافظين على التراث القديم. احنا عندنا ما يقارب 33 حرف من 32 لل 35 33 تقريبا تتفاوت الحرف اليدويه التقليديه، وهلا عم وحتى الغير التقليديه اللي احنا عم نعطيهم الدعم المطلق مشان ما يكون الموضوع فيه تخصص. ان شاء الله بهذا المعرض راح نحط اشياء جديده، لو كانت ممكن تكون من النحاس من الحياك من الاشياء اليدويه من البروكار، كمان البروكار كمان شيء مهم كثير الروس بيهتموا فيه، وفي عندنا اشياء تقليديه صغيره كمان حرف ممكن تكون اسواره من قطعه من النحاس ومعها قطعه من البروكار بورتكلي او طوق، كمان هدول بنجذب فيه الصبايا هنيك زويين يعني بيحبوا هذه الاشياء، والاشياء الكبيره مثل الامبادرات مثل اباليك مثل تريات مصغره كمان عم ناخذ هلا محضرين حالنا بهذا الاسبوعين القادمين ان شاء الله، بتسمعوا اخبار طيبه وشيء بيرفق، والقطنيات كمان يعني تفاصيل كثيره يمكن بتعكس الشغل السوري اللي كثير حلو رح تقدموه. نحن بنتمنى لكم كل التوفيق، وبنتمنى انه فعلا مشاركتكم تحقق نجاح ويكون لها صدى كبير. بدنا نتشكر وجودك معنا لليوم استاذ عدنان. شكرا كثير لك شيخ الكار عدنان تنبكجي لوجودك معنا، وكل التوفيق لكم. تسلم يا رب. شكرا لك.